قال المؤلف رحمه الله الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأه؟ حكاية. قال رحمه الله يحكي بأي مال منقول سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل ووقفا يحكي مال منقول بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا وقل مناني ومنيني بعدلي إذاني بابنيني وسكن تعدلي وقل لمن قال أتت بنت منة والنون قبلة المثنى مسكنة والفتح نزر وصيل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف وقل منون ومنين مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطنا وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نوم عرف والعلم احكينه من بعد من إن عليت من عاطف بها اقترن. قال رحمه الله إياه الحكاية المماثلة وفي الاصطلاح إعادة اللفظ على هيئته. الجمل تحكى قياسا بعد القول والسمع والكتابة والرؤية. تقول قال زيد عمر منطلق ذكرته كما هو وقولهم إنا قتل المسيح عيسى بن مريم. بعد السمع قال سمعت الناس ينتجعون غيثا فقلت لصيدح تجعي بلالا. سمعت الناس قال الناس هو سمع بأذنه واحد يقول الناس ينتجعون غيثا فحكاها. قال آخر رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت على فصه محمد رسول لم يقل محمدا قرأت على فصه محمد. حكى حكاية وشدت الحكاية في قول بعضهم وجدنا في كتاب بني تميم أحق الناس بالركض المثار. وجدنا حكى بعد وجد حكاية المفرد في غير الاستفهام شاذ. الأصل لا يحكى المفرد إلا في الاستفهام الاستثبات تستثبت بأي وبمن بدأ بأي. قال احكي بأي مال منقول سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل. يحكى بأي ما فيه من إفراد وتثني وجر وتذكير وتأنيث ويعرق رفض نصب وجر. يقال لك جاء رجل تقول أي يا هذا. رأيت رجلا أيا يا هذا. جاءت امرأة أية يا هذا. جاءت امرأتان أيتان يا هذا. رأيت امرأتين أيتين يا هذا. جاء رجال مرحبا جاء رجال أيون يا هذا. رأيت رجالا أيين يا هذا. جاءت نساء أيات يا هذا. رأيت نساء أيات يا هذا. أنا قولي يحكي بأي مال منكر سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل. لا فرق في ذلك. ووقفا يحكي مال منكر بعض العرب يحكي فيه ما فيها فقط من تذكير وتأنيث ويعرب. تقول جاء رجل تقول أي يا هذا. جاء رجلان أي يا هذا. جاء رجال أي يا هذا. جاءت امرأة أية يا هذا. جاءت امرأتان أية يا هذا. جاءت رأيت نساء أية يا هذا. أية نشكل بعض الشيء في هذا. من مثلها كذلك تستخدم الحكاية ولكن لا تستخدم في حالة الوقف وبالإشباع. تقول جاء رجل تقول من هو. مرت برجل مني. رأيت رجلا منا. ووقفا يحكي مالي منكول بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا. إذا ثنيت تقول جاء رجلان تقول منان. جاء رجال منون. جاءت نساء منات. جاءت بنتان منتان أو منتان. جاءت امرأة منت أو منه. هنا قريب. ووقفا يحكي مالي منكول بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا وقل مناني ومنيني بعد لي الثاني بابنيني لف ونشرب ورتب رايع. بعد لي الثاني بابنيني الثاني تقول مناني بابنيني قل منيني وقل مناني ومنيني. بعد لي الثاني بابنيني الاول الاول والثاني الثاني وسكن تعدي وقل لمن قال اتت بنت منه. ولكن تقول منت لا شيء فيها.
وانا اقول لمن قال اتت بنت منه والنون قبلة المثنى مسكنه هو الفتح نزر، تقول جاءت بنتان، تقول منتان والفتح قليل منتان. وصل التاء والالف بمن بإذن لا بنسوة كلف، لا بنسوة كلف نسوة نكرات، تقول منات. وصل التاء والالف وقدم التاء ضرورة، لصين يقول وصل الالف والتاء، لكن لا شيء فيه، الواو لا تقتضي ترتيبا. أنا أقول وصل التاء والالف بمن بإذن لا بن، وقل منونا ومنينا مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطنا الأول الأول الثاني الثاني لف ونشرب ورتب. وقل منونا ومنينا، رأي عبد الملك، وقل منونا ومنينا مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطنا وإن تصل فلفظ من لا يختلف، بطلت الحكاية. تقول تقول جاء جاء رجل، تقول جاء رجل، تقول من يا هذا، جاء رجلان من يا هذا، جاء رجال من يا هذا، جاء نساء من يا هذا، في كل حال. وإن تصل فلفظ من لا يختلف. ونادر منون في نغم العلي، سمع المنون أتوا ناري أتوا ناري، فقلت منون أنتم، حكى بها في الوصل، فقالوا الجن، قلت علموا ظلاما، لا تقول علموا صباحا، قال علموا ظلاما. والله فقال ماذا بعده؟ والعلم أحكينه من بعد من إن علية من عاطف به، قال يحكى العلم، كذلك العلم يحكم، يحكى بمن إن علية من عاطف به اقترن. تقول رأيت زيدا، تقول من زيدا، مرت بزيد، من زيد، جاء زيد، من زيد، حكيت العلم إعرابها. رأيت زيدا، من زيدا، لو قال لك علم من زيدا، تقول من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، زيدا خبر مرفوع بضمة مقدرة، منع النور اشتغل المحل بحركة حركة الحكاية. مرت لزيد، من زيد، أعربها، من مبتدأ من محل رفع، زيد خبر مرفوع بضمة مقدرة، منع النور اشتغل المحل بحركة الحكاية. فإذا جاءت الواو بطل الحكاية، تقول جاء زيد، تقول ومن زيد، وبطل الحكاية، صار من المبتدا وزيد لا يخالف لا يفارق الرفع. جاءت هند، ومن هند، ومن هند، انا اقول هو العالم نحكينه من بعد من ان عليت من عاطف باغترم. هناك الحكايه الشاذه، حكايه مفرد في غير الاستفهام، كقول بعضهم وقد قيل له هاتان تمرتان، قال دعني من تمرتان. قيل بعضهم إنهما قرشيان، قال ليس بقرشيان. قيل له هذا قرشي، قال له أليس قرشيا، قال ليس بقرشيا. الحكاية إذا أسندت لأداة حكم هو للفظها، لك فيها طريقتها، لك الحكاية ولك الإعراب. يقال لك أعلم ضرب خالد سعيدا، تقول ضرب فعل ماض، إعرابها ضرب مبتدأ وفعل ماض خبره، ولك أن تقول على تقديري اللفظ، تقول ضرب فعل ماض، زيد ضرب، أسندت الحكم للفظ، سموه إسناد لفظي، تقول ضرب فعل ماض، وإذا قدرتها كلمة صار فيها علتان العالمية والتنين، تقول ضربوا دون تنين، ضربوا فعل ماض. يقي لك نعم ما بينك، يقي لك أعلم لي ضرب زيد عمرو، ضرب فعل ماضي، لو قيل لك أعلم لي ضرب فعل ماضي، ضرب مبتدأ وفعل خبره، لك أن تقول في ضرب فعل ماضي، على تقول لك أن تقول ضرب فعل ماضي، يعني ضرب المبتدأ، هذا خرج عن الحكاية. وجاء في الأفوال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إياكم واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان، وجاء بالحكاية إياكم ولو، فإن اللو هذه حكاية والصيغة الأولى ليست حكاية. فتقول كيف تقول، تقول دحرج دحرج زيد الكرة، أعرفها، لك أن تقول دحرج مبتدأ، دحرج فعل ماض، دحرج فعل ماض،
ولك أن تقول دحرج فعل المرء على تقديرها كلمة مؤنثة فيها فرعيتان العالمية والثانية، تقول دحرج فعل المرء. إذا قدرت كلمة، إذا قدرت دحرج كلمة فصار فيها علتان العالمية أحب الله، هي عالم لو لم تكن عالم إلا ما صارت مبتدأ، هي عالم. تقول دحرج فعل الماض قدرتها كلمة، وإن قدرتها مذكر وناله تقول دحرج فعل الماض. قال ابن مالك وإن نسبت لأداة حكمة فاحكي أو أعرب واجعلنها اسما. الله 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 الله. وانا قد خضعت بايش بليل بدار ما اريد بها به مقامه بيت من معروف مشهور اللي شمر بفلان.